وصلنا للقسم الأخير من ابتح للحياة، وسوا بنستقبل ساشا مطر. واليوم رح نحكي عن بطلة لبنانية بس قصتها شوي غريبة، يعني بلشت بنوع رياضة وانتقلت إلى نوع آخر، بس هيدا الشيء ما منعها أنها تكون عم تحقق أهداف بالخارج وتكون بطلة عالمية. رح نحكي عن جينيفر نعمة. جينيفر هي بتلعب، هي لعيبة باسكت بلبنان، أما من 5 سنين بالعمر 28 قررت تبلش الكيك بوكسينج كهواية عادية لإلها. وإلا من بهالخمس سنين، أول شيء هي في 5 أنواع للكيك بوكسينج، وهي ركزت على 3 منهم اللي هن كيك لايت، البوينت فايتينج، لايت كونتاكت، وكيك لايت. نعم. فهي بلشت عادي يعني من سنتين تقريبا، من 2016. كوتشا هو اسمه فادي أبي نادر، هو ربحان مرتين بطولة العالم الجولد، ربحان الجولد، فشاف إنه عنده موهبة، انه شايف انه عندها بوتنشل توصل مطرح، فهي بلشتها عاده. هي بتساعدها على كل حال انها تكون رياضيه قبل ولا لا؟ ما لها علاقه بلا، يعني بيساعد انه يكون عندها نفس أكيد اطول، يكون ايديها مشدودين اكثر حتى كل جسمها. اكيد انه ما بلشت من الصفر، بس بذات الوقت يعني بلشت بعمر منه صغير ابدا. وقدرت يعني هلا هنخبركم شو قدرت تحقق. فب 2016 قرر الكوتش تبعها يبعتها على بطولة العالم اللي بال 2016، فهي كان بتجون قرر، وكان عندها بس انجا كم شهر تتمرن، فبلشت تتمرن 6 مرات بالجمعة على 4 ساعات كل نهار. واو. وراحت على بطولة العالم، كانت بأمريكا ب 2016، بس راحت بلا الكوتش تبعها، لأنه الاتحاد ما كان في فاندز أو بادجت يقدر يبعت، حتى هي ما قدر يبعتها، يعني هي نبشت على سبونسر لحالها فتقدر تروح. وش تخيلوا تخيلوا كيف اشتركت بأول بطولة عالم لإلها لحالها بلا الكوتش تبع، قدي صعبة. وقدرت ترجع ربحت المرتبة الثالثة بالعالم. أول مرة بتشارك. عم نحكي صعبة لأنه هونيك كمان لازم تكون عم تعمل تريننج يومي بطريقة معينة. بدنا نعرف هونيك كان حدا عم يدربها، في كوتشز أجانب عم بيكونوا معها؟ أكيد لا، لحالها يعني راحة هي لحالها. كان في بس رئيس الاتحاد أكيد كان معها، بس كتمرين ما حدا عم بيساعدها، لحالها ما كان معها كوتش، فكتير صعبة. ربحت ميدالية البرونز لإلها. فبس رجعت على لبنان ب 2017 كمان. أكيد بدي أذكر إنه قبل ما تروح على بطولة عالم أكيد لازم تكون ربحانة بطولات محلية بلبنان، فب 2016 كمان ربحت الجولد بلبنان بالفئة تبعها. بدها تربح بلبنان لتقدر تمثل. ممنوع، ما فيها تروح لازم مش ربحانة شيء، إذا ما عندها في عدد معين من البطولات لازم تكون حايزة عليها بلبنان. ما بتفرق، مهم على القليلة جولد أو سيلفر تكون ربحانتهم. أي بطولة؟ مظبوط. ب 2017 هلا عم نحضر فيديو لإلها. ب وين هون؟ هون ب 2018 هلا من 3 جماع بس راحت على بطولة مش بطولة عالم، بطولة بألمانيا. هالبطولة بألمانيا هي كانت شوي أصعب من بطولة العالم، لأنه كان في كتير متنافسين، يعني كانوا 1500، كان عندها 1500 متنافس، فكان عندها كتير مثل جيمز تلعبهم، يعني أكثر حتى من بطولة عالم. وقدرت تستمر لأيام كمان. مظبوط مظبوط. أكيد يعني كان كتير صعب، كان كذا فايت معقولة مثلا أكيد كذا عندها. كذا فايت. طيب هون بدي أسألك ساشا عن عمرها لجينيفر. عمرها 33 سنة. عمرها 33 سنة. نحن عادة بنعرف إنه بالألعاب مزبوط، خاصة ببطولات العالم لازم يكون في عمر معين لحتى الرياضة يشترك ويكون مشارك. هوني ما في مشكلة عمر، ما في خصوصا بالبوكسينج، بكل الرياضات حتى بالباسكت فيها نشوف بضلهم 40 سنة عم يلعبوا. عم نحكي كيك بوكسينج بكل الألعاب، بكل الرياضات تقريبا، بكل خصوصا بالكيك بوكسينج في الكوتش تبعه يقدر يشترك كمان، لأنه في مثل فئة للأبوف 35 أبوف 45 بالكيك بوكسينج. فيها فئات، هيدي كمان حلو بالكيك بوكسينج، بس كمان فيها فئات عمرية عالية. يعني مزبوط. كمان قلت لكم إنه منا هينة إنه عمرها 33، بلشت ب 28، يعني أول سنتين خبرة يعني لحالها. أول سنتين كانت عم تلعبها كهواية، كهواية عادية. وأنا كعم بخبركم كمان ب 2017 هي راحت على بطولة العالم لتاني مرة من بعد 2016، كمان اضطرت تروح بلا الكوتش تبعها، ورجعت بالميدالية البرونز كمان لتاني مرة على التوالي على المرتبة. ما كانت التالتة. مبسوطة أبدا من النتيجة، لأنه لو راح الكوتش معها أكيد كان أثر كتير بس عليها. بس هون تأمنوا أكيد فيها الأشخاص أكثر، أكيد السبونسرز ولا أكيد الكوتشز أو أي حدا بهمه. وبذات السنة ب 2017 قبل ما تسافر ربحت مرتين الجولد بلبنان ببطولة لبنان، واشتركت بألعاب الميديترينين أو البحر المتوسط. مزبوط. وهي كانت صايرة بلبنان بال 2017، وقتها كانت انجرد ل 12 نهار، فقبل البطولة ما قدرت تتمرن ولا تمرينة تقريبا. أوكي. وبالبطولة كمان كانت انجرد بس لعبتها، وحتى هي مروحة حالها،
وربحت 2 سيلفر وقتها. ف فايتنج سبيريت كثير قويه لجنيفر، حتى هي قدمت كل حياتها يعني بتقول 6 أيام بالاسبوع 4 ساعات. كمان ما بدنا ننسى انه بتشتغل، يعني الرياضيين بلبنان ما عندهم البلاجر انه ما يشتغلوا او يندفع لهم تا يتمرنوا، مجبورين هن يدفعوا كل شيء. وكمان يعني تخيلي 7-8 ساعات بالنهار شغل، بعدين تروح تتمرن 4 ساعات ما نهاي، وبتلعب باسكت بعدها. هلا بتلعب باسكت بذات الوقت، يعني ما استغنت عن ما استغنت عن رياضه الباسكت. عم بسالوك اذا كانت تتمرن باصحابها بالشغل كيك بوكسينج. بتعرفي انه سالتها قالت لي بالتمريناتها بتتمرن ضد صبيان تتقوا. هلا عم تتمرن ضد صبيان بالنادي تبعها. وكمان بالفيديو شفناه بس راحت على العالم، ما خبرتكم شو عملت بس راحت على المانيا. بس راحت على المانيا طلع على المرتبه الاولى والثانيه والثالثه بثلاث فئات مختلفين. اولى وثانيه وثالثه. طلعت الاولى بالبوينت فايتنج، الثانيه بالكيك لايت، والثالثه باللايت كونتاكت. بس اهم شيء انه رجعت بالجولد على لبنان، هيدا كان مثل الهدف تبعها. اكيد انجاز، لانه مثل ما قلت لكم هالبطوله كانت بمستوى بطوله عالم، لانه كان في كل اللاعبين بروحوا بطوله عالم راحوا هالبطوله وحتى اكثر، يعني كان عندها افور كثير، كان في تشالنج كثير اكيد أكبر. تشالنج كثير، او كمان الكوتش ما كان معها حتى، يعني فثلاث مرات ما كان الكوتش معها. هذا الشيء منا هينا ابدا، مثل ما مجهود فردي وشخصي، وعن جد مبروك. لا لا اكيد، وبرافو هالحب والشغف كمان، يعني عن جد عم تحصد القاب كبيره بلبنان وخارج لبنان. يمكن هذا الشيء بخلي يصير في تحدي اكبر، لانه هي بلا كوتش، يمكن في تحديات كبيره هي يلي يعني واجهتها، تعطي مثل افور اكثر واكثر بايجابيه اكبر. وهلا عم تتحضر اكيد لبطوله اسيا رح تصير بلبنان باخر هذا الشهر، بطولة عالم بجريس بآخر السنة. فمتمنى لها كل التوفيق، عن جد عم تتمرن كتير، عم تتمرن كتير، وعم حتى يعني بعدها مبلشه سو ما بعرف وين بتوصل، وين معقول توصل. رح يكون معها باليونان ان شاء الله، قالت لي انه في احتمال يكون مع بآسيا، حي بلبنان سو اكيد رح يكون معها بلبنان. اوكي، باليونان قالت لي في احتمال كتير كبير يكون معها، فان شاء الله ان شاء الله يكون معها وتحقق نتائج كتير حلوة بالعالم. نتمنى لها كل التوفيق، اكيد رح نكون ناطرين كل هيك انجازاتها الجديده. ساشا، بدي اسالك، هو حمل الزوجات كمان يعتبر رياضه؟ هو في يكون رياضه يعني شو رايك بالموضوع؟ انا بقول اكبر رياضه، اكبر رياضه هي اصعب رياضه. اذا بيحملون بيركضوا فيهم كمان رياضه اقوى واقوى. بتعرفي انه في رياضه الرجال بيلبسوا كعب، هيدي عملوها ما بتذكر بأي بلد، كثير بتضحك. في كثير رياضات، خليني اعيشوا هيك الشيء اللي نحن بنعيشه كل يوم، ويعرفوا نحن بنحملهم كل حياتنا يعني. خليك هن يحملونا حتى يختبروا شعورنا. اكيد. خلينا نشوف لكن شو خبريه حمل الزوج لزوجته بهالريبورت.